اهلا بيكم في قناه كروشيستا ستايل في فيديو النهارده هنتعلم طريقه عمل بوك بالكروشيه ممكن تستخدميه كمحفظه او جريب للتليفون ممكن كمان تتنفذ شنطه للميك اب تتحط جوه الشنطه الاساسيه بتاعتك اللي متابع القناه عارف ان الفتره اللي فاتت دي كلها نزلت تشكيله كبيره جدا ومختلفه لعمل المحافظ والبوكاك الكروشيه بغرز جديده ومميزه لو اول مره تشوفي القناه بتاعتي انا فاطمه من قناه كروشيستا قناتي بتهتم بتعليم الكروشيه يا لو عجبك الفيديو دوسي على اللايك وتكتبيلي لي تعليق تحت الفيديو تقولي رايك في البوك بعد ما خلص ما تنسيش تشتركي في القناه وتفعلي الجرس علشان يوصلك كل جديد نبدا ونسمي بسم الله الخيط اللي انا استخدمته خيط مكرميه مصري اول حاجه عاملها عقده البدايه وبعد عقده البدايه هشتغل عشرين سلسله بعد ما خلصت العشرين سلسله هطلع سلسله ارتفاع واسيب السلسله اللي انا عملتها دي ارتفاع انزل على طول في تاني سلسله هدخل بالابره في تاني سلسله في الضلع اللي من قدامي والضلع اللي من ورا يبقى معايا فوق الابره حلقتين أشتغل غرزة حشو في نفس المكان تاني هدخل الإبرة وآخد حشو بتسحبي خيط من الغرزة معاكي غرزتين على الإبرة بلف خيط وأطلع من الغرزتين، كده أنا اشتغلت اتنين حشو يعني تزايد في غرزة واحدة، السلسلة الجاية هدخل الإبرة وآخد فيها غرزة حشو بسحب خيط وأطلعه معايا طرفين على الإبرة بلف خيط أطلع من الطرفين كل سلسلة من اللي عندي من العشرين سلسلة اللي أنا عملتهم هدخل بالإبرة فيهم وآخد فيهم غرزة حشو ولما أدخل بالإبرة هدخل من الضلع اللي قدامي والضلع اللي من ورا علشان في فيديو تاني كنت شرحت فيه طريقة عمل بوك بس كان جواه فاصل باخد الضلع اللي من قدام وبسيب الضلع اللي من ورا علشان أبني الفاصل بتاعي على الضلع التالت اللي من ورا، كده أنا هشتغل في كل غرزة سلسلة هتقابلني غرزة حشو لغاية نهاية السطر، بدخل الإبرة أسحب خيط معايا طرفين بلف أطلع من الطرفين اللي على الإبرة ودي شكل غرزة الحشو، هكمل لنهاية السطر ونشوف الخطوة الجاية. هنا جيت عند نهاية السطر آخر غرزة في السطر اللي هي غرزة السلسلة الأخيرة بدخل الإبرة وباخد فيها واحد حشو اتنين حشو في نفس المكان وباخد معايا طرف الخيط بتاع البداية كده أنا عملت اتنين حشو في نفس المكان وأحط كمان الغرزة الثالثة وادخل تاني اخد الغرزة الرابعة يبقى انا كده عملت اربعة حشو جوه غرزة واحدة ده التزايد اللي من الحرف هنا عندي سلسلة اتفضلت من السلسلة بتاعتي الاساسية انا اخدت من السلسلة اتنين ضلع اتفضل ضلع اللي هو اللي قدامي ده في كل غرزة مقابلة لغرز الحشو اللي انا عملتها في السطر الاولاني هحط في وشها غرز حشو كل سلسله هتقابلني على السطر هدخل الابره وياخد فيها غرزه حشو لغايه نهايه السطر انا هنا جيت عند نهاية السطر اللي هي اخر غرزة الغرزة دي بدخل الابرة وباخد فيها تزايد اتنين علشان يبقى اتنين في الاول واتنين في الاخر يبقى المجموعة في الغرزة دي اربع غرز بيساووا نفس اللي في الناحية التانية اللي انا حطيت فيها اربعة مع بعض كده انا وصلت لنهاية السطر بتاعي هقفل اول سطر بدخل في الإبرة فوق أول غرزة حشو أنا عملتها وآخد فوقيها غرزة حشو زيها وأعلم إن دي أول غرزة عندي في السطر وأشتغل بعد كده فوق كل غرزة حشو عندي من تحت أحط فوقها غرزة حشو زيها بدخل الإبرة وأسحب خيط معايا طرفين على الإبرة بلف أطلع من الاتنين أكمل لنهاية السطر بنفس الطريقة كل غرزة فوقها غرزتها. كده انا جيت لنهايه السطر وكنت اول غرزه معلمه بالمارك اللي هي اول غرزه حشو عندي بسيب اول غرزه حشو مش بشتغل فيها بشتغل في الغرزه اللي وراها بشيل المارك واشتغل في الغرزه اللي وراها ادخل الابره واسحب اخد غرزه حشو وارجع تاني للغرزه اللي قبلها دي بعلمها إن هي أول غرزة، أرجع تاني بقى للغرزة اللي قبليها بدخل الإبرة وأسحب خيط معايا طرفين ألف أطلع من الاتنين ودي اسمها غرزة الإكس، كده أنا اشتغلت في الغرزتين، الغرزتين اللي جايين هسيب الغرزة اللي عليها الدور أدخل في اللي وراها وأسحب آخد فيها غرزة حشو وبعد كده أرجع تاني للغرزة اللي أنا سبتها قبليها وأخلي غرزة الحشو من قدامها أرجع أدخل الإبرة وأسحب خيط وأخد غرزة حشو كده أنا عملت غرزة إكس يبقى أنا بعمل الغرزة بتاعتي في كل غرزتين بتسيبي الغرزة اللي جاية تدخلي على اللي وراها تاخدي فيها حشو وبعد كده ترجعي على اللي إنتي سبتيها افضل ماشيه كده لنهايه السطر وده شكل الغرزه افضل بقى مكمله لغايه ما اجي لنهايه السطر كده أنا جيت لنهاية السطر. اتفضل عندي الغرزة دي والغرزة اللي فيها المارك هشيل المارك من أول غرزة وأدخل جواها آخد الغرزة الأولى وأرجع تاني على الغرزة اللي قبلها ومنساش أعلم إن دي أول غرزة عندي. أرجع تاني على الغرزة اللي قبلها اللي هي اللي غرزة الحشو المايلة اللي من قدام. أسيب الغرزة اللي وراها، وأدخل على اللي بعديها، بعد كده أرجع للي أنا سبتها، أسيب الحشو المايلة اللي من تحت أدخل على اللي وراها، آخد فيها حشو، وبعد كده أرجع للي قبليها، هفضل ماشية لنهاية السطر. باخد كل غرزتين بسيب الأولى أدخل في الثانية وبعد كده أرجع للأولى بفضل ماشية لغاية ما أجيب لنهاية السطر، هلاقي إيه في نهاية السطر المارك بتاعي هشيل المارك وأشوف لأ قبليها يبقي غرزة هاخد في المارك غرزة الحشو وأرجع تاني المارك مكانها وأرجع أخد الغرزة الإكس بتاعتها اللي قبليها هفضل بقي ماشية لغاية ما أجيب نهاية السطر شكل الغرزه بعد ما ارتفعت سطرين هفضل بقى شغاله بنفس الطريقه لغايه ما اوصل للطول المناسب للبوك اللي انا عايزاه بعد ما خلصت الطول المناسب ليا هجيب دلوقتي سوسته او ابدا اثبتها بالخيط بتاع السيد اللي هو الشفاف او اي خيط يناسب الخيط اللي انت شغاله بيه اتمنى بقى لو الفيديو عجبك تدعميني الفيديو ده بلايك وتعليق تحت الفيديو وما تنسيش تفعلي الجرس علشان يوصلك كل جديد